هل تستطيع أن تقرأي شيء من القرآن؟ بسم الله وملوين قرب الله يبهات أنا وسامن لام يلم يلم ومم كلا يبهات وأنا هو كفوهان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، ونحن نسمع ونتكلم ونرى، والله سبحانه وتعالى أعطانا من النعم الكثيرة وهي لا تسمع ولا تتكلم وتقول أسلم على يديها 9.